مساء الفل حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احفظ الفيديو ده لان هيكون مهم ليك جدا لو انت مدرب سباحه او سباح. وهنا انا بشرح ازاي شده المايه. شده المايه دراعك المفروض، ده اغلبيه السباحين بتشده، ده غلط تماما. طب انت بتشد زاويه 90، وهنا انا بوريك الشده كامله بالظبط. ابدا اوريها لك تاني، ابدا اشد وتني كوعي زاويه 90 بالظبط. هنا ثبتت لك الفيديو عشان تتفرج على الزاويه 90 بالظبط. طيب هعملها لك برده من الشكل الجنب تاني، اتفرج على الشده. انت بتقفل صوابعك بس مش بتقفلها كامله علشان تقدر تسحب المايه لورا. وهنا تالت خطوه اللي هي السحبه لورا، ركز على السحبه كويس جدا لان هي دي اللي هتحركك الى الامام. طيب ركز معايا كده، انا بسحب المايه من قدام لورا خالص، وابدا ان انا استنى ورا على الاقل ثانيتين او ثانيه على حسب ما انت عايم بالظبط. بوريك تكنيك مش بوريك سرعه، اهم حاجه في السباحه عندك التكنيك. التكنيك بتاعك هو اللي هيخليك تمشي اسرع، تمشي اسرع بمجهود اقل. ودايما ركز على التكنيك بتاعك لان هو اللي هيفيدك جدا 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 غير اي لود خالص. ركز دايما على التكنيك بتاعك عشان تبقى اسرع واحسن سباح في العالم. احفظ الفيديو واعمله شير على زمايلك لان زمايلك اكيد محتاجين الفيديو ده زيك بالظبط. وانت لو مدرب وريه برده لسباحينك واديها لعل الخير كفاعله. ولو احتجت اي سؤال ابعت لي في وقتها وانا ارد عليك على طول. اخوكم كابتن نادر السيد. ما تنساش صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.